تصدر اسم المواطنة السعودية هدى ممدوح مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وأصبحت قصتها محور حديث مواقع التواصل والإعلام وكذلك الصحافة بعد أن انتشرت قصتها بشكل واسع ولاقت تعاطفا كبيرا من السعوديين، حيث أصبحت قضية هدى ممدوح من قضايا الرأي العام في المجتمع السعودي، وأطلق رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج على موقع تويتر باسمها. فما هي قصة هدى ممدوح؟ بدأت قصة هدى بنت ممدوح قبل 8 سنوات عندما قام شخص مجهول الهوية بالاعتداء على ابنتها فوزية البالغة من العمر 7 سنوات، مما دفع والدتها هدى بنت ممدوح لقتل الشخص الذي انتهك طفولة ابنتها، مؤكدة أنها تعاني من حالة نفسية حادة وأزمة جسدية سترافقها إلى الأبد. ثم حكم على السيدة هدى بنت ممدوح بالسجن 8 سنوات ثم بالإعدام، لكن فوزية حاليا كبرت بعد 8 سنوات، كان عمرها الأول 7 سنوات عند الوقعة، دلوقتي بقى أصبح عمرها 15 سنة، ونشرت فوزية فيديو بتطالب الناس إن هي تساعدها في دفع الدية اللي قدرها 6 ملايين ريال. وأيضا انتشرت التويتة ديت لحساب بيحمل اسم مشعل ابن عبد الله ابن عون، ومكتوب فيه البشارة: سمو سيدي الأمير عبد العزيز ابن فهد يتكفل بباقي مبلغ دية عتق رقبة هدى ممدوح، الله يبارك في حاله وماله وذريته. بينما قال أحد أقاربها: الأخت هدى الآن اتصلت علي وهي لا تعلم إن الدية تم جمعها كاملة، بشرتها وهنتها بالتمام، فرحتها لا يعلم بها إلا الله، شعورها وكلامها العظيم تجاهكم لا يوصف، الأرض ما هي شايلتها من الفرح، وتدعي لكل من سعى ونشر وبذل. ونص المكالمة: دعوات لكم تقول بعد إذنك سأبشر أمي وبنتي. بينما كتب الكاتب إبراهيم السليمان: بفضل الله ثم جهود الخيرين من أهل الخير تم إغلاق دية أختنا هدى بنت ممدوح، والله يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم. وكل الشكر والتقدير الخاص لأخونا فيصل ركان الذي بادر بنشر الحالة ونشرها ومتابعتها ليتسنى للجميع مشاركته الأجر، الله يؤجرهم جميعا. هاشتاج عتق رقبة هدى ممدوح. وكانت تقبع هدى بنت ممدوح في السجن منذ نحو 8 سنوات، وصدر بحقها حكم بالقصاص بعدما أدينت بجريمة القتل، ويبدو أن موعد تنفيذ الحكم قد اقترب، مما دفع متعاطفين معها لإطلاق حملة التبرعات. وجاءت حملة التعاطف بعد ظهور ابنة هدى بنت ممدوح في فيديو تناشد فيه أهل الخير بإنقاذ والدتها المحكوم عليها بالقتل قصاصا، مشيرة إلى أن عمرها 15 سنة، وجدتها أم والدتها عمرها 80 سنة، وأنها محرومة من أمها منذ 8 سنوات حيث أنها محبوسة. وعندما ألقي القبض على هدى ممدوح بتهمة القتل، حكم عليها بالقصاص أو دفع دية قدرها 6 ملايين ريال سعودي، وهي من أسرة متوسطة الحال لا تمتلك مثل هذا المبلغ، حيث كل ما تملكه أسرتها هو 5 ملايين ريال.
وتركت قضيتها حتى تعاطف معها المدونين والذين وقفوا بجانبها وفعلوا الهاشتاج لجمع التبرعات لهدى ممدوح، وجاء الهاشتاج كالتالي: هاشتاج عتق رقبة هدى ممدوح. ولقت قصة هدى ممدوح تعاطفا كبيرا وتشجيعا على الأمر الصواب الذي فعلته كي تنقذ الفتاة الصغيرة، لذا تبرع عدد كبير من جمهور المملكة العربية السعودية لهدى ممدوح كي تدفع ديتها وتخرج من تلك القضية، وتم فعلا جمع مبلغ مالي قدره 6 ملايين ريال سعودي من أجل عتقها من السجن. يذكر أن هدى ممدوح سعودية الأصل، وعاشت طفولتها وترعرعت فيها، ورأى الرأي العام السعودي أن هدى ممدوح تعرضت للظلم من قبل القضاء السعودي لأنها دافعت عن فتاة صغيرة وقررت حمايتها من الاعتداء، وقتلت المعتدي عن طريق الخطأ أي دفاع عن النفس، لكن القضاء السعودي قضى نظير ذلك بحبسها 8 أعوام من عمرها داخل السجن حتى تدفع دية القصاص أو دفع غرامة مالية كبيرة بقى إيه لا تقدر أبدا عليها. المهم تم الإعفاء عن هدى ممدوح بعد دفع أموال القصاص وعتق رقبتها، حيث جمع المبلغ المطلوب خلال ساعات قليلة من نشر قصتها وتفعيل الهاشتاج قبل صدور حكم القصاص بوقت قصير، ونالت قصة هدى ممدوح تفاعل كبير من قبل السعوديين الذين تبرعوا لها. ونشر حساب باسم فيصل ابن حثلين على تويتر تعليقه على هذا الأمر، وقال: لو كان راجل كانوا يتجمعوا له ويشيلوا من عليه الحكم وكانوا خلصوه في يوم، لكن عشان هي سيدة محد مهتم ان هو يعتق رقبتها. انتوا عارفين ان مبلغها نقص من 6 إلى 4 ملايين ونص، يعني انا متابعية حوالي 150,000 متابع، لو اتبرع كل واحد منهم بمبلغ 100 ريال كانت طلعت اليوم. ده للي بيبحث عن الأجر. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، ولو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، وألف مبروك لهدى بنت ممدوح، وربنا يعوض عليها السنين اللي هي راحت عليها في السجن، وتقدر تعوض بنتها اللي ظلمت مرتين لما اعتدي عليها وانتهك عرضها، والمرة التانية لما والدتها رموها في السجن مع انها كانت بتدافع عن نفسها. وشكرا لكم.